أعزائي المشاهدين وكل أعزائي المتابعين، أهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة، مع حلقة جديدة وهامة جدا وكارثة ارتفاع جنوني صارخ في سعر الدولار. طبعا خبر صادم في سعر الدولار لما يزيد بنسبة اكتر من 18%. يعني هنشوف دلوقتي الدولار وفي معظم الدول العربية ماذا تم. فهنا بعد كده للمرة الاولى تظاهرة للمثليين في دولة عربية، واعوذ بالله من هذا المرض المصاب به الانسان، بل كمان بيتفاخر به وبيعملوا مظاهرة علشان هذا المرض اللعين القذر. واحنا بنقول ان ربنا مش غضبان علينا، ده ربنا لازم يعني يغضب، لان المجاهرة بهذا الشيء اللعين هيودينا تاني فين مش عارف. كمان معانا تحذير خطير من السعودية لامريكا، والسعودية بتقوم باعمال بطولية غريبة جدا مع امريكا الايام دي، وهذا التحذير الخطير هنشوف التفاصيل كلها مع بعض. ولا بينا نجيب الاخبار، وقبل ما نبدأ زي كالعادة بفكر حضراتكم بعمل اللايك للفيديو، ما تبخلوش علينا بيه، وياريت تعملوا دلوقتي علشان نركز في اللي جاي. كمان يا جماعة الجديد معانا وعايز يوصلوا كل جديد، ياريت يشارك في القناة ويفعل الجرس، وما ننساش ننشر الفيديو وننشر المعلومة لتعم على الجميع. وزي ما احنا شايفين اخبار الاسعار المجنونة وتظاهرات المثليين، وده يخلينا دايما نلتجئ الى الله ونقول له اللهم ارفع غضبك وبقتك عنا، احنا مش عارفين رايحين على فين، لازم نعود الى الله. يا جماعة ارجوكم نقول له اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين. وقولوا مليون امين، انا بترزاكم في الامين ديت مش في الموت، فارجوكم قولوا امين للي جاي صعب جدا. واللهم استودعك كل شعوب العالم الابرياء، اللهم استودعك كل شعوب الارض الابرياء. يلا بينا نفتح التفاصيل ونشوف ايه اللي عندنا وكارثة الدولار. بصوا يا جماعة، في حاجة اسمها ارتفاع الدولار كده، يعني ده ولا يجي في الخيال لما اي حاجة ترتفع تدريجيا. ولكن انتوا شايفين المنظر، الدولار زي ما انتوا شايفينه في اول الشهر ب19.54 جنيه، لما يطلع ل23 جنيه يوم الخميس 27 اكتوبر، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ارتفاع الاسعار بجنان 18% مرة واحدة. ولو شفنا ان من خلال السنة دي الدولار كان فين؟ الدولار كان ب15، الدولار كان ب15، يوصل من 15، كان لغاية مارس 15، لغاية شهر مارس ب15 جنيه، يوصل ونص مارس ب15 جنيه، يوصل من 15 ل23، يعني قربنا على الضعف. ده كلام يعقل؟ واللي انا بتكلمه على ان كان ده حدث في مصر، انا بقول لك في كل الدول العربية. هي يا جماعة فكر عام، مخطط عام، في كل الدول العربية هتلاقي سعر الدولار عندك زاد. امريكا مش سايبة الدنيا في حالها، امريكا بتستعمرك اذا كان من العملة او اذا كان باحتياجاتك او اذا كان بالواردات اللي انت بتستوردها. الغرب كله مستعمر الدول العربية، والشوية فلتين الدول المصدرة للبترول اللي زي السعودية وبعض الدول الخارجية، شوية ساحبين نفسهم من القصة دي علشان في ايديهم زمام الامور من ناحية
احتياج الغرب الان للبترول. ولكن اللي حصل اليوم كارثة بكل المقاييس، 23 جنيه و10 شيخ كمان. يعني لو عملنا ريفرش دلوقتي هيحصل تغير اهو قدامكم، من 23 في ثانية بقى 23 و10. فدي كارثة بكل المقاييس. ارتفاع الاسعار والتضخم هيزيد بجنان جنان الجنان، والله يكون في عون الناس التعبانة والناس اللي مش حرامية والناس اللي بتاكل لقمتها بضمير. لان يعني 18% ولا دخلة هتخش على 20% في ساعة، في يوم وليلة، من امبارح بالليل للنهاردة الصبح. ده كارثة بكل المقاييس، في مش عارف الناس هتعيش ازاي. وكمان في خلال كام شهر يزيد الضعف من 15 ل 23. ليه؟ ده برضو كارثة بكل المقاييس. يعني اللي كان بيقبض 10,000 جنيه بقسمه معاه 5,000 جنيه دلوقتي القوة الشرائية بتاعتهم. اللي بيقبض بقى يا عيني 2000 جنيه و3000 جنيه معاه كام؟ هياكل ويشرب ويقوم وينام منين؟ فمش عارفين هتتم ازاي، وهيعدي النهارده والايام اللي جايه ازاي على البني ادمين. وبحذر الدول العربيه، بحذر كل الدول العربيه، هتلاقي سعر العمله، لان ده مخطط عالمي كبير هيخلوا الناس بتتأجج من داخلهم. كل يوم والتاني هتلاقي ارتفاع 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 لغاية ما توصل للركود، مش لاقي تشتري حاجة وفلوسك مش جايبة اي حاجة، وتبدأ المنتجات كمان تقل لان محدش هيقدر يستورد بالارقام الغالية دي. فخلوا بالكم، اللعبة اللي جاية هي لعبة اقتصادية قبل ما تكون الحرب النووية، لعبة اقتصادية قذرة هتيجي هتطحن كل الناس اللي متوسطة واللي تعبانة. ما بقاش في حد متوسط خلاص، كل الناس بتنزل تحت خط الفقر. فاحذروا من القادم، واللي معاه قرش يخليه خلاص، ما حدش هيعرف يعيش العيشة اللي كان عايشها من شهرين ثلاثة. فارجوكم حافظوا على السيولة والكاش اللي معاكم، لان ده خطر خطر يعني محبق اكتر من خطر النووي. لان النووي الناس هترتاح فيه، لكن قدرتك على عدم الشراء وعدم الكسب وعدم الحياة ده موت بالبطيء. فخلي بالكم، ويعني اللهم بلغت اللهم فاشهد على كل الدول العربية. محدش يقول احنا ما عندناش هزة، الناس المتغيبة دية اللي دماغها مش موجودة فيها ويطلع يقول لي احنا كل حاجة عندنا مليانة في الاسواق وفي الشوارع. يا حبيبي ده خداع بصري، ده بيبين لك ان في حاجات موجودة دلوقتي عشان انت تسكت. لكن في الاصل معروف ايه موارد كل الدول في العالم، معروف ان موارد الدول العربية محدودة، معروف ان في جفاف في الدول العربية، معروف ان الزراعة واقفة في الدول العربية، معروف ان الاستيراد كمان هيقف بسبب سلاسل التوريد وسلاسل الامداد الموجودة في العالم. فما تخدعش نفسك بحبة حاجات محطوطة لك في الاسواق علشان يخدعوا بصرك وتفكر ان انت عايش في زغللة. اللي جاي صعب، وما تقعدش تجاهر باي كلام عبيط وخلاص. ربنا يعدي على خير. ونقول تاني اللهم استودعك كل شعوب العالم الابرياء. تعالوا نشوف هذا الخبر اللي يعني يغيظ ويخلي ربنا يغضب على البشرية كاملة. للمرة الاولى كان ده يوم الاربع 26 اكتوبر، يوم الاربع 26 اكتوبر، للمرة الاولى تظاهرة للمثليين في قطر والاخيرة ترد. قبل ما نخش في التفاصيل، انا مش بتكلم على قطر ولا بتكلم على غيره، بتكلم على الانسان البشر، الانسان اللي الله خلقه علشان يعمر في الارض. لما يوصل به المجاهرة بهذا المرض القذر اللعين ويجاهر به ويعمل عالم لنفسه ويطلع يتظاهر عشان عايز حقوقه كمثلي او كشاذ. وطبعا انا عارف ان ممكن اليوتيوب يشيل هذا الفيديو لان منعين حد يشتم في المثليين، ولكن يعني رزقنا على الله، محدش يقدر يقول ان هذا
مطاع، او هذا ضد كل الاديان، هذا ضد الله سبحانه وتعالى. فازاي انت تجاهر وتعمل تظاهره للمثليين؟ لما يوصل البشر لكده لازم يغضب علينا الله، فلازم تقول. عشان كده في كل فيديوهاتي انا بتكلم على حاجات سياسيه واخبار، لكن في كل فيديوهاتي بطلع اقول ايه؟ اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، لان احنا تطاولنا على الله سبحانه وتعالى وسايبين هذا التطاول بنتفرج عليه. حضرتك بتشوف الخبر وتقول ايه القرف ده وتقفل بعد كده. مفيش حد بيحاول ان يقول ده يتمنع في العالم كله، مفيش حد بيحاول انه يقف قصاد هذا العالم، عالم المثليين، بل كمان علشان حقوق الانسان طلعوا يجهروا بهذا وعاملين مظاهره في قطر، وقطر بترد عليهم تقول ايه ونعرف القصه. وادي اعلامهم القذر، هذا العلم القذر. اوقفت الشرطه القطريه تظاهره منضمها ناشط بريطاني في مجال حقوق مجتمع الميم، مجتمع الميم اللي هو مجتمع المثليين. واعتاد الناشط في حقوق الانسان بيتر تاتشل عبر تويتر بانه وقف في الطريق الرئيسي امام المتحف الوطني في قطر مدة 35 دقيقة قبل ان يعتقل الامن لمدة 49 دقيقة. برضو حتى الاعتقال بصوا خدوه ايه، 49 دقيقة بس، مع انه لو هو واحد عربي وترى هتكلم حتى في اي حاجة، اتكلم في السياسة ولا اتكلم في سعر الدولار، هيعتقل 49 يوم 49 شهر. لكن هنا برضو خافوا عليه، يا عيني الولد حساس، فخدوه 49 دقيقة فقط ويستجوبه. ثم اطلقوا سراحه حسب زعمه، يعني بعد 49 دقيقة سابوا اطلقوا سراحه. واوضح انه اراد توجيه رسالة بان قطر ودول خليجية تقف ضد مجتمع الميم او ضد مجتمع المثلي وتخضعهم للتحول الجنسي عبر اول مظاهرة للمثليين، وكان مرتديا فيها قميصا مطبوعا يفيد بالعربية بان قطر ضد المثليين. وكان الامن اعتقل صديق تاتشل الذي صور الوقائع وهو في طريقه للمطار لمغادرة البلاد. وردا على الامر قالت الحكومة القطرية في بيان انها طلبت من شخص ما المغادرة ونفت اعتقال احد. وتضمن البيان قولها: نحن دائما منفتحون على الحوار مع الكيانات التي ترغب في مناقشة مواضيع عامة، ولكن نشر معلومات كاذبة بقصد متعمد لإثارة ردود سلبية امر غير. وطبعا ما كملش هنا المقالة، ولكن جبنا المقالة برضو الاساسية: اجراء قطري بعد اول مظاهرة للمثليين في دول خليجية، وده يوم 4/26 اكتوبر. ونقول بقية البيان ان شائعات اعتقال ممثل عن مؤسسة بيتر تاتشل في قطر كاذبة تماما ولا اساس لها. يعني هم ما اعتقلهوش، تخيل الحكومة بتقول احنا ما اعتقلناهوش. وطلب الامن من شخص يقف في دوار مروري واحتراف الانتقال الى الرصيف، ولم يتم اجراء اي اعتقالات. يعني قالوا له ما توقفش تحت المرور. وكان بيتر تاتشل قد نظم مظاهرتين قبل كاس العالم 2018 في روسيا لأكثر من ساعة مرتديا قميصا مطبوعا عليه عبارة كذا أهل قطر ضد المثلية، وحمل لافتة كتب عليها: قطر تعتقل وتخضع مجتمع الميم للتحول الجنسي بهدف منع قطر من استضافة كأس العالم. وطبعا كلام قذر وفارغ. وبطالب كل حكومات الدول العربية، مفيش حاجة اسمها نتكلم بدبلوماسية في هذا الموضوع، ما نقولش لا ما اعتقلناش، وما نقولش اساقوة حتى المرور، كل عشان ده هتقف فيه قدام ربنا سبحانه وتعالى. كل حكومات العالم العربي هتقفوا قدام الله سبحانه وتعالى وهتقولوا له احنا اتكسفنا نقول ان المثلية حرام وده غلط. لازم كل شعوب العرب تقول اديانونا جميعا ضد المثلية، ومفيش حد هيوافق على المثلية. اذا كان واحد غصب عنه مثلي عشان مريض فهو يتعالج او يتم تحويله جنسيا اذا كان هو في خطأ في تركيباته الجينية، علشان المفروض يبقى هو جنس اخر.
فمفيش مشكلة إنه يتعمل له عملية، ده مش عيب وده بلاء من الله وبتعدله، مفيش مشكلة. أو يكون هو مريض فيتعالج سلوكيا، ولكن تطلع تجاهر وتقول البسلية موجودة وده حاجة، ده حاجة طبيعية، أو تتكلم بسياسة وتبقى مكسوف تقول إن المثلية حرام، ده كله هتتحاسب بيه حساب عسير أمام الله سبحانه وتعالى. وبقول ده عشان تربوا ولادكم وعيالكم على كده. وأنا بقول لك أنا معرفش إن الفيديو ده هي هي هيتصور ولا هيتمسح، ولكن أنا بقول اللي عليا ورزقي على الله. بعد كده نشوف هذا التحذير المهم. وزير الطاقة السعودي يحذر أمريكا من استهلاك احتياطاتها. وهنا موضوع مهم جدا، عملية السعودية. أنا شايف السعودية دلوقتي راكبة حصان البطولة أمام أمريكا ولوحدها. ليه بقى؟ هنا لو شفنا كمان وزير الطاقة السعودي عن توتر العلاقات مع أمريكا بسبب قرار أوبك بلس، قررنا أن نكون ناضجين، يعني إحنا اللي هنبقى كبار. وبرحام أمريكا درس، وبيقول أمريكا، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن بلاده قررت أن تتعامل بنضج تجاه توتر العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة بعد الخلاف حول قرار مجموعة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا. الموضوع ده اتكلمنا عليه كتير. وجت أمريكا هددت السعودية. يا جماعة أنا هقول لكم الفحوى من هذا المقال وهذا التصريح. إحنا عارفين إن الأوبك والسعودية خفضت البترول، مع إن أمريكا قالت لها إديني شهر مهلة بس قبل هذا القرار، وما رجعتش لأمريكا وخفضت البترول ب2 مليون برميل في اليوم خفض، وكمان رفعت السعر على أمريكا. وجه بايدن قلب الدنيا وقال أنا حسيت بالإهانة وأنا مش أسكت. وجه الكونجرس قال لك اسحب قواتك العسكرية من أمريكا والقواعد الأمريكية، أنا أشتري من السعودية، واسحب القواعد العسكرية من السعودية واعمل عقوبات وعقوبات اقتصادية على السعودية وحظر اقتصادي على السعودية والإمارات، والدنيا اتقلبت. وقالوا قدامنا كام يوم وهنقول القرارات، وحتى الآن ما قالوش القرارات. بل بالعكس، المصيبة اللي حصلت ان بايدن علشان يسكت الشعب الامريكي راح طلع من الاحتياطي الاستراتيجي الخاص بالبترول والبنزين والغاز، طلع منه كميات كبيرة جدا، بقى يبعت لأوروبا ويدي للشركات النفطية علشان الشعب يقدر يعيش ومفيش حاجة تتأثر في أمريكا. طلع وزير الطاقة السعودي يحذر أمريكا الله إيه؟ أنا خلي بالك إحنا بنتعامل معاك بنضج، إن إحنا ناس كبار وإحنا عارفين إيه اللي جاي بعد كده، وإنت قدامك شهر أو شهرين بنحذرك، لو استهلكت احتياطاتك مش هتلاقي حد يديلك بنزين، واحنا اللي مسؤولين واكبر موردين للبترول في العالم، فاحنا اللي هنوزع على العالم بعجل. تخيل لما يقولوا كده، انا اللي هوزع بعجل، يعني مش انت امريكا فانا هديلك كتير. فبقول لك من الاخر بحذرك ما تستهلكش الاحتياطي بتاعك عشان ما تفتكرش انك معتمد علينا، احنا مش هنديك حاجه زياده عن حقك. وانت تيجي خلاص الاحتياطي، امريكا وقفت المصانع هتقف، ملناش دخل. هو عمال دلوقتي عامل فيها كبير العيله بايدن، وعمال يطلع من امريكا ويدي اوروبا، يطلع من امريكا ويدي اوروبا، يطلع من امريكا ويدي الشركات البترول اللي عنده، وبالتالي هيجي يحس ان الاحتياطي انخفض جدا وهيبقى فيه كارثه عنده، فهو فاكر هيضغط على السعوديه وكده. فالسعوديه طالعه باكبر تحذير واكنه بيديله يعني اكبر صفحه على وجهه، ان مش هنديلك وهندي للدول بالعدل حسب ما احنا شايفين احتياجات الدول. فبحذرك من دلوقتي، لو خلصت الاحتياطي او الاحتياطي بتاعك بس مالكش عندنا
حاجه. وبالتالي حصلت دعوات خطيره، ده لسه هنتاكد منها ولكن هقول لكم تسريباتها. دعوات خطيره في امريكا الان بان يقوم بايدن باحتلال السعوديه زي ما عمل في العراق، وطبعا هتبقى كارثه لان السعوديه ليها كيان خاص، السعوديه اكبر مورد للبترول في العالم مع كمان المقدسات الموجوده في السعوديه والحج اللي موجود في السعوديه وكل دول العالم بتحج ليها، فقصه تاني خالص. والكونجرس وبعض الناس في الشعب طالعين دلوقتي حالا وانا بكلمكم بيطالبوا باحتلال السعوديه وغزوها، فهنشوف اللي جاي ايه. ولكن برافو السعوديه، بس المفروض كل ده بقى يبقى من الدول العربيه كلها اجمع، الصفعه اللي تاخدها امريكا تبقى من الدول العربيه على كبرياء امريكا، ما تبقاش من دولة وحيدة علشان هي بتتحكم في البترول. فهنشوف الايام الجاية يعني حاجات صعبة ما بين امريكا والسعودية، ودي الدنيا بتحتدم في كل الاتجاهات ما بين امريكا والسعودية وما بين روسيا واوكرانيا وما بين الصين وتايوان وما بين كوريا الجنوبية كوريا الشمالية واليابان وكوريا الجنوبية وما بين اسرائيل وفلسطين وما بين بقية العالم وايران، واحنا مش عارفين رايحين على فين. ولكن كل اللي نقوله اللهم استودعك كل شعوب العالم الابرياء، اللهم استودعك كل شعوب العالم الابرياء، وقولوا معايا هذا الدعاء: اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين، امين. وقولوا معايا امين يا ريت. لم يتبقى الا ان اشكر حضراتكم على وجودكم معايا لهذه اللحظه، وبفكر حضراتكم باللايك للفيديو، ادعموا القناه من فضلكم، انشروا الفيديو في كل مكان، ولو حضرتك جديد معانا دوس على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو المكتوب على الاشتراك او سبسكرايب ليصلك كل جديد في كل ساعه وكل لحظه. اترككم في رعايه الله وامنه والسلام ختام على الجميع.